لماذا العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا تنتهك القانون الدولي؟ بينما الضربات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وممارسة الفصل العنصري في القدس لا تنتهك القانون الدولي. لماذا فرضت أمريكا وأوروبا عقوبات شاملة على روسيا لم تعاقبا يوما إسرائيل؟ هل في نظر الغربيين أن الدم الفلسطيني من الدرجة الثانية والإنسانية تصنف وفقا للعرق واللون؟ كشفت الأزمة الأوكرانية مرة أخرى عن النفاق الغربي والمعايير المزدوجة التي يطبقها الغرب على الشعوب بتحيز وعنصرية. أظن أنه لو حصلت فلسطين على نصف الاهتمام والتعاطف والدعم الذي تحظى به أوكرانيا لما استمرت نكبة الشعب الفلسطيني لأكثر من نصف قرن، لكن لحسن الحظ استمرت المقاومة وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.